معينه غير اللي هو منتمي ليها يبقى ما تنفعش. دي نسبه مفاجاه يعني. بالنسبه لي مفاجأة. حط العامل ده العامل رقم واحد. عدم الانجاب اللي بعديه عدم انفاق الزوج على الاسره. دي فعلا برضو شايفينها موجوده لانه الراجل صورته بتتهز على طول انه ما عادش قادر يصرف على البيت والست هي اللي طالعه وتشتغل مش عارف ايه بيقع في نظرها بيجي يتكلم عايز ياخد دوره كراجل البيت لا بأمارة ايه فبتديله على دماغه وبالمناسبه بتديله على دماغه مصر الاولى عالميا في ضرب الزوجات للازواج 40% من اللي بيشوفوه كان من كام سنه من اللي بيشوفوه انت هتقول يستاهلوا هتقول يستاهلوا لا لا يا فندم والله لا العفو انا بشجع الفضيله مش لا سمح الله ضرب احد الحاجات اللي احنا فيها الاوائل عالميا ضرب الزوجات للازواج 40% ودي متصل بيها برضو رقم تاني محتاج اقوله انه احد المراكز الابحاث برضو قالت انه مصر الاصعب بلد في تعيش فيه المراه طبعا طبعا يعني بتقول الظروف الحياتيه للمراه المصريه ظروف صعبه جدا وده صحيح يعني انا اصدق ده صحيح العمل والاسره والدخول عامل الانفاق كمان والاعباء تحت ضغط شديد جدا المراه سيبوه حتى ان هي اصعب بلد تعيش فيه امراه شفتوا شفتوا عاملين فينا ايه طيب فعشان كده بتضرب يعني من صد بيها من غلبها العامل اللي بعد كده يعني برضو بس يعني عشان المساله فيها جزء له علاقه بالوعي الاخلاقي والقيم اللي احنا بننشرها لا يعني مساله الضرب دي بالتاكيد مساله غير مقبوله على الاطلاق لا من الطرف ده يعني حتى مساله كسر حاجز الاحترام ممكن الناس تترك بعضها لكن في احترام ده انا فاكر من كام سنه كان الرقم كان 23% وقلته في احد البرامج يعني شوف انا بدافع عن الرجاله ازاي وهما يقولوا لي في الاربيز دلوقتي اصل انتوا الستات متوحشين هما الرجاله اللي ملايكه يا حرام هما قالوا كده فعلا لما قالوا المراه المصريه توحشت على الرجل واصبحت اكثر حده وشده وعنف دكتور شر الحليم مش من مفيش يعني دي اغنيه السيده الاولى اصاله بتقولها ببراعه شديده طيب يعني العامل اللي بعد كده عدم التوافق